عندي تليفون شكون باشكون فين من طنجة لكويرة كل مدون فين ركب في التاكسي ديالو غادي كندور فين غادي بغيتي شي توصيلة فابور فين غادي سولك جاوبني تربح التليفون. مشاهدينا الكرام عواشر مبروكه رمضان مبارك سعيد ليله القدر مباركه ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج فين غادي فينا وغادي. حنا اليوم على ضفاف نهر لوكوس المدينه اللي وقعت فيها معركه واد المخازن. جينا كما العاده باش نشوفوا واش كاين شي مرا ولا شي راجل اللي غيربح معنا البورطابل. جينا الله يسمح لينا. ليلة قدر مباركة رمضان مبارك سعيد، الله يدوز عليكم هذه الليلة بالصحة والسلامة بمزيد من الأجر والثواب إن شاء الله. اليوم حنا في حلقة سبيسيال من مدينة القصر الكبير، مدينة جميلة، مدينة هادئة. جينا كما العادة باش نشوف واش كاين شي مرأة ولا شي راجل اللي غيربح معنا بورطابل. ها هو، يلا يلا الناس ديال القصر الكبير. أنا داير عند كلال، أنا داير. السلام عليكم. سلام السادة، أهلا وسهلا. دايرة؟ برنامج فين غادي؟ هو هذا. أسيدي واش تنربحوا شي تليفون آخر؟ ها هو، تليفون معقم مهدا لكم من دوزيم. إيه هي كتحمقنا الحمارة؟ ضروري. تاكسي حمار وكارطة حمراء. تليفون حمار. ها أنت قلت لهم عندي هاد التليفون عندي أخي بس. كاع اللي جا كيوريك تليفون عادي زعما باش أنا ما كاين. فين غادي إن شاء الله؟ هذا في السوبر ماركت. أو ماي جاد، شيز وركينغ إن السوبر ماركت. بغيت تشاركي معنا في المسابقه؟ اها ضروري. هاكي ما عندي ما سالك خيرك انت، احتفظ على التباعد على الاجراءات. هاكي ديري شويه ديال المعقم. مرحبا بك عندنا. شحال من سؤال كنسول؟ خمسه. انا الشيء اللي عارفه العام خمسه. جاوبي. ثلاثه. برافو عليك. ثلاثه. نبداو؟ نبداو. يلا السؤال الاول. ولكن العب شويه ليا رانا كندوخ. شنو هو الحدث التاريخي اللي معروفه به مدينه القصر الكبير؟ يلا ناري. راه يمكن لك تستعن بشي صديق في التليفون تسول شي واحد. السلام عليكم. سيس بخير. الحدث التاريخي اللي معروفة به القصر الكبير ما هو؟ معركة واد المخازن. معركة واد المخازن. متأكدة؟ متأكدة. معركة واد المخازن. برافو عليك، جاوب صحيح مزيان. هذه الناس كل شيء عارفينها. برافو عليك. عام 1578. وراك ضابط أستاذ. وايدر. السؤال الثاني يقول: من هو مؤلف كتاب القصر الكبير؟ أعلام تاريخية أدبية علمية. ولد القصر الكبير. وكاين واحد معروف عندنا. شنا هو؟ هو عبد السلام عامر. هذا عمر قبل عبد السلام عامر. يلا محمد بن عبد الرحمن بن أعطيني كلمة واحدة. دم الصباح. لا 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 لا. ممكن صوني. يلا. ألو إسماعيل. كتعاوني في واحد السؤال الله يرحم والديك ديال البرنامج فين غادي. قلت لها من هو صاحب كتاب القصر الكبير؟ أعلام أدبية علمية وتاريخية. الهواري لا. ماشي الهواري. عبد السلام بو خلفه. لا قول لي غير ضرب خلفه. قول لي لا. صافي والو دوز. يلا سؤال ثالث. يلا بمناسبة ليلة القدر قررنا نسولو اليوم جوج أسئلة دينية. السؤال الثالث يقول: ما هي الأشهر الحرم؟ هادي نستعن فيها بصادق. يلا عيط لشي واحد. السلام عليكم. السلام عليكم. هاد السيدة مشاركة في واحد البرنامج. أيوا. خاصها سؤال واحد باش تربح تليفون. أشهر الحرم. ما هي الأشهر الحرم؟ أشهر الحرم كاين ربيع. أه شنو هي؟ شعبان ورمضان ورجب. خاصك واحد. ربيع الأول. أنا ربيع العفوي. أشهر الحرم. رمضان شوال ذو القعدة ذي الحجة. صافي قطع عليها. الميلود شعبان رمضان العيد. أصغر الهجرية زاد عليهم الميلود خرج منهم محرم ورجب. أعطانا هو تاريخ دياله بوحده. رجب شعبان شوال ذو الحجة. غالطين. لما شحال وصلنا ناسي بس قربتي تنزل. ذو القعدة ذو الحجة المحرم. قالك واحد. رجب. الجواب صحيح. يلا عندك جوج أسئلة من بين ثلاثة. ها هو. مرحبا. غادي تجاوبين غير على واحد وغنعطيك تليفون. يلا السؤال الرابع يقول: كاين واحد الحكيم عاش قبل الإسلام سميت عليه إحدى صور القرآن الكريم. فهذه الصورة هذه كان يعطي العديد من الوصايا لابنه وخص الناس يقريوها لوليداتهم ويحفظوها لهم وياخذوها الناس كمنهج باش يربيو بها وليداتهم. ذو القرنين. لا. سورة يوسف. ليست سورة يوسف. سورة لقمان. لقمان. برافو عليك لقمان الحكيم. برافو عليك. السؤال الأخير يقول: الكرش غرارة وربطها كمل المثال. شنو الحاجة اللي تقدر تربط الكرش باش ما تاكلش بزاف؟ يلا. أنا الوالد ديالي كان كله أمثال الله يرحمه. وأنت ما طلعتي حتى مثال. طلع مرة ربطها الحزام قنب. الصمتة شي حاجة عليك. لا لا ماشي الصمتة. شي حاجة. قلت لي خاصك الصمتة ما ربحتيش البورطابل سبيان دوماج. راه إلا جاك الجوع واخا تربطها شوف بالكلامونيت وتزيرها. نزلي نزلي نزل ربطها شوف نزل. بغيتي التليفون؟ والله ما كتحش بالله. تسير نزل تسير نزل ولا غنزل. قال لك بغات التليفون. قال لك أعطاني جواب واحد وبغى التليفون. ربطها اش؟ ربطها اش؟ برافو عليك. يلا صفقي على راسك. برافو عليك. هنيئا لك بهذا الهاتف النقال. ها هو التي نعقبوه احتراما للتدابير. داك الشيء شوف داك الشيء احنا راه مضبوط. هانا بسم الله عليك. هذه
هذا نهدي الماما. صح ان شاء الله. برافو عليك وبرافو لماماك الله يخليها عليك. شكرا بزاف، وهاد المسابقه جاتني على غفله. شكرا شكرا بزاف. اعزائي المشاهدين نتلاقاو ان شاء الله في حلقه جديده. عواشر مبروكه، ليله قدر مباركه، وتبارك الله عليكم. الله يهنيكم. باي. عندي تليفون شكون باشكون فين غادي نطجلك كل مدون فين غادي كف التاكسي ديالي وغادي خلدون فين غادي بغيتي شي توصيله صابون فين غادي نسولك جاوبني تحت